هتنتخبي مين صحيح؟ مش فارقة، أنا كده كده ساعة الانتخابات هبقى في نيويورك. يعني أنت مش شايفة أي حد من المرشحين كويس؟ رأفت الراوي كويس، بس أنا مش حاسة إن في حد هيقدر يغير حاجة. العيب في الناس مش في النظام. يمكن تعرف إن أنا هقابله بكرة؟ مين؟ رأفت الراوي؟ ها؟ يعني أنا شايف إن هو أصلح واحد في الفترة دي يدير البلد، بفكر أدعم حملته الانتخابية. هو بصراحة لذيذ جدا، بس خسارة في نسمة مراته الملزقة دي. معقولة يا هالة؟ مش شايفة في مرشح رئاسي غير مراته؟ أصل بصراحة قصة حب مستفزة جدا، ده كأنهم مولودين لازقين في بعض. لا ده انت حكاية.